رجعنا لكم كمان مره ومعايا سالي الزميله سالي. اهلا وسهلا. الاستاذ سامي العدل والاستاذ طارق الشناوي. وعشان ما نبقاش قطعنا عليك ويقول لك ده انتوا اللي منتجين وبتاع وكده، قول لي رايك في فيفا قطعت وجهه نظرك يا استاذ طارق. بص انا بدايه بحس انه لما يكون عندك شخصيه ناجحه زي ليمبي وشخصيه تقدمت في فيلم عوكل حوالي 10 سنين اللي هي قطعت، ليه الكاتب والمخرج ما يبقاش عندهم طموح يقدموا لنا كمان شخصيه ثالثه؟ يعني عايز اقول ليه احنا، طبعا ده موجود في العالم كله، انك انك تستثمر نجاح شخصيه عملت وهج مع الناس، بس ليه نحصر نفسنا؟ يعني انت وجهه نظرك العيب الاساسي في ان انت بتستخدم تيما نجحت بيها وشخصيات تستهلكها، يعني بالذات ان محمد سعد خليك تقول رايك يا استاذ سامي، بس بعد ما طارق كامل عامل ازاي؟ انا عامل ازاي؟ وبالذات ان محمد سعد بقاله مده الحقيقه مش قادر يهرب من الشخصيه فراح جايب شخصيه ثانيه. طب ايه سر ان الناس حباها كده؟ انا هسالك بس سؤال، معلش يا استاذ سامي، هساله ايه سبب ان المسلسل، وطبعا احنا عندنا استقراءات للراي وعندنا كل حاجه، ان المسلسل جماهيريا ناجح جدا والناس فرحانه بيه، تتخيل ده ليه؟ طبعا الناس يعني المفاتيح بتاعت الشخصيه لما انت بتبقى خلاص عارفها يعني في ود قديم تمام. لكن الاعلى انك انت طبعا يعني الطموح الاكتر انك تغير، بالذات يعني. وبالذات انه في قيد ما على محمد سعد، حتى السنه قبل اللي فاتت لما عمل شمس الانصاري اظن برضه راح مدخل فيها الليمبي، حاول يخرج شويه. جمال عبد الحميد حاول، المخرج يعني حاول يخرجه شويه رجع تاني. بس حضرتك مش معترض على المسلسل، عايز بس كان يستثمر شخصيه جديده. انا رايي انه استغلال النجاح السابق كويس، سواء للكاتب او للمخرج او للممثل، ما هوش الطموح اللي احنا ننتظره. لا، حتى الكلام ده بينطبق على، شوف رافع صباعه بقى انا من بقالي ساعه عامل كده اهو. طيب عشان ما تقولش الكلام ده بينطبق على ميكي ايضا في الجزء الرابع يعني. برضو ليه ميكي ما يفكرش يهرق يعني يروح لسماء الدنيا مش واقفه عند كده بس. اتفضل يا استاذ سامي بقى. ولما بيتكلموا على اسماعيل ياسين هو عايز يتكلم بدالي. يعني دايما يقول لك اسماعيل ياسين فضل يقدم في مستشفى المجانين مفردات بقاله 35 سنه. اسماعيل ياسين لو احنا دارسين تاريخه كويس، لحظه النجوميه اللي هي النجم الاول كانت في 54 اللي هو من اول ما عمل اسماعيل ياسين في الجيش والسلسله وكمل. جت الستينيات، في مطلع الستينيات هو عبد الحليم، هو اسماعيل مات 72 فاخر 10 سنين او اخر 9 سنين من عمره كانت الناس نفسها صلاح تشبع من هذا النجم اللي انا بعتبره النجم الاول خارق. كويس، ولغايه دلوقتي الاطفال بيحبوه يتفرجوا عليه، رغم ان كانوا زمان بيحذروا الاطفال منه. لو رجعت للصحافه في الخمسينيات بقول لك ان انا اللي بلاغوش اهو استاذ سامي رافع بقالي ساعه عامل كده كويس. فاللي عايز اقوله انا اللي حد الاذن امتى تتكلم حضرتك؟ انت قلت لي بس فاللي عايز اقوله انه لما حتى بيتقال مع اسماعيل ياسين اقول لهم حتى اسماعيل ياسين ما تبقى منه، بالمناسبه مش كل اسماعيل ياسين ما تبقى، يعني عمل اسماعيل ياسين بيقال، يعني في ناس كاتبه في الموسوعه ان هي 500 فيلم. اتصور ان الرقم 350. اتصور ان الرقم فيه مبالغه 350 الرقم فيه مبالغه، لكن ما تبقى من 350 هتلاقيهم مثلا 50 او 60 اللي احنا بنشوفهم على طول وبنعتبرهم هم اسماعيل ياسين. في افلام كثيره ماتت مع الزمن فعشان كده المهم انك وانت في عز قوتك وتتكلم عن محمد سعد تغير وعلى ميكي وده اللي عمله على فكره عادل امام في فتره من فترات تاريخه الفن لما اشتغل مع شريف ووحيد حامد بالظبط كده فغير النمط ده. اتفضل يا استاذ سامي. انا عايز اسالكم سؤال، ايه احسن فيلم عمله محمد سعد؟ من وجهه نظري كان الليمبي. اللي بالي بالك بقى مش الليمبي، لا اللي بعد كده اللي بالي بالك. طب هو اللي بالك يعني احسن فيلم يعني تكنيكا بقى وكده، لا في التكنيك اللي بالي بالك، لكن احسن فيلم اتقدم فيه الليمبي وكان بقى واخد مساحه، كان معاه عبله وعبله كانت واخده مساحه في فرنسا وكانت في فرنسا كانت طالعه بيرجع كان الاثنين كمان كان قابل حلو قوي ومعاهم عم حسن حسني يعني كان فيه هم اللي موجودين برضه في اللي بالي
واخد بالك كانت مجموعه رائعه. ايه وجهه نظرك؟ اعلى فيلم تكنيكا فنيا وفنا هو اللي بالي بال. تمام. اقل ايرادات لكل افلام محمد سعد اللي هو بتاع احسان. اقل ايرادات في تاريخ افلام محمد سعد من لا 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 محمد سعد عمل افلام كتيره ايراداتها ما عدتش. انت بتتكلم انت؟ انا بتكلم يعني بتكلم على الوهج. سبعة تمن عشر سنين افلامه 35 مليون 37 مليون. بس انا ممكن ارد عليك مطرح بقى استاذ طارق ان الايرادات مش دايما هي المقياس. يعني عملت في الليمبي الاولاني 33 مليون، عملت في ده 22 مليون، عملت في اللي بعديه 37 مليون، اللي بعد اللي بعديه 35. يعني عايز تقول ايه يا استاذ؟ مستوى الفيلم بتاع اللي بالي بالك مش ده الناس عايزه الحاجه العبيطه دي. لا ده مش حقيقي. انا رايي كده. طب اكيد كان عايز يفكروا النجاح بالايرادات زي ما الاستاذ طارق طبعا بالنسبه لي كمنتج طبعا بالايرادات الاستسهال كمتلقي. امال عايز يبقى بايه يا استاذ سامي؟ يبقى بتقييم جمهور يا فندم. يلا يكيل بالبتنجان. لا انا بس عايز اقول يعني حاجه، ان المساله مش مساله الايرادات. انت ما بتجيب، مش معنى ان الفيلم هيقل ايرادات زي ما كان طارق بيقول، قد يكون هناك مشكله في التواصل. ما هو كمان الفيلم نفسه مش كوفاديس، هو فيلم في الاخر برضه بسيط. قد يكون هناك مشكله في التواصل، في انه عمل في مشكله يمكن في البطله في البطله. لا 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 ولا لها اي برام. كان دورها كان قليل. يعني اقصد اقول لك يا سامي ان يعني اللي بيقوله طارق هو جميل، مسلسل حلو وناجح وجميل. بس انت دايما كناقد بقى انت بتحاول تكون على الفيلم على فيفا قطط. يعني رجعت على المسلسل ناجح، وانا شخصيا بموت من الضحك وانا بتفرج عليه كل الناس. وعمرو دياب طلبني من انجلترا عشان يقول لي انا بعيط من الضحك وانا بتفرج عليه. المسلسل ناجح. طارق بيقول ان دائما نسعى ان تكون، طالما ان انت موهوب يجب ان يكون طموحك اكتر من ان انت تعيد نفس الشخصيه. هو ده اللي بيطالب بيقوله دلوقتي. ممكن يبوظ له الدنيا، هو ماسك في الحته اللي هو نجح فيه. اما يجي يجرب افرض ما نجحش، ما عمل شمس الزنادي ده. طب عندك حلمي بيجرب كتير. احمد حلمي بس هو ايضا المفروض نجم كوميدي وبيخاف على الاصدار. مش عايز اخد، لكن كل شويه حلمي عنده حاجه يطلع. مره لما يطلع مثلا في اكس لارج مخبي وشه، يعني في نجم كوميدي اللي هو راس ماله يخبيه. والفن نوع من انواع الفن لازم يكون مقترن بجرأة، يطلع مره ميت وتمرد. اللي خلاك انت يا سامي تقول كده، وانت عملت فيلم ثقافي واخدت تجربه جريئه انك تجيب مخرج مؤلف ثلاث ابطال. انا اقصد اقول لك ان دي التجارب اللي بتعمل خطوات في طريق السينما والتطور. انا بمناسبه اسمعني ياسين، ما اعرفش بقى طارق عارف دي ولا لا، كان له قصة شهيرة جدا. هو كان بيعمل حوالي مثلا 13 فيلم في السنة ويصور خمسة في نفس الوقت. بجد. فهو كان بياخد في الفيلم 1000 جنيه. فتلموا عليه قالوا حمار، بدل ما بتحرق نفسك وتعمل 1000 جنيه في 13 فيلم، طب ما تعمل ب 4000 جنيه ثلاث افلام وتبقى كسبت. هم تقوم تمن نفسك فقرر رفع اجره ل 4000 جنيه. فتعظم كل الناس المنتجين وصمموا اجتماع لغرفه صناعه السينما في مقاطعه اسماعيل ياسين. واحد بالليل منتج زي كده من ضعاف النفوس، ما كنتش عارف القصه دي، راح وقف على باب اسماعيل ياسين، راح خبر على باب اسماعيل ياسين ففتح له، عنده كل المنتجين اللي كانوا في الاجتماع كلهم ماضيين بالاربع. يعني معنى كده ان انتوا المنتجين ما انتوش اصحاب وعدو كاري. انا عايز اقول لك عدو كاري. احنا لازم نطلع فاصل، اتعرف بعدين نرجع. فاصل ونرجع. فاصل سريع جدا.